يعني منذ يعني قرار المحكمة الاتحادية بإطراد سيد الحلبوسي توقعنا بأنه سالم العيساوي هو أو محمود المشهداني هو من سيكون رئيس مجلس النواب القادم، وهذا يأتي من محاولة إنهاء وجود الحلبوسي سياسيا وعدم استمراره بالنهج الذي كان ينتهجه وصعوده كنجم أو كقيادة سنية بارزة، وهذا تجي وراء أطراف ليس فقط أطراف داخلية بل هذا وراء أطراف دولية تسعى من تحجيم دور الحلبوسي في هذه الفترة، وأيضا لا تسمح بأن يكون اسما بارزا في المرحلة القادمة. ولذا قوى الإطار التنسيقي نراها اليوم انقسمت إلى قسمين، بعض قوى الإطار ترغب في وجود الحلبوسي، وأيضا أغلب القوى الإطار لا تريد المضي بمرشح الحلبوسي، وهو داخل البيت السني وداخل هناك يعني أنا شفت ازدواجية في طرح المعايير. أيضا السيد الحلبوسي متمسك بأن يكون من هو يمثله من تقدم على أنه هذا يعتبر شيء انتخابي له ورصيد انتخابي من خلال فوزه في أكثر مقاعد في مجلس النواب وأيضا في مجالس المحافظات، بالإضافة لا يرغب بترشيح أي شخصية من الأنبار. يعني لذا رأينا أنه يعني يرشح الشعلان الشيخ الشعلان من صلاح الدين، وقد يرشح من بغداد، لكن أن يرشح شخصية من الأنبار لا يريد أنه سوف يتنافسه على الوضع، لأنه طبيعة الجمهور السني نعرف يعني طبيعة ذات أغلبية تذهب إلى مرجعية الحكم والدولة وليس المرجعية الدينية والعزل. إذن سيد سيف، من خلال كل هذا الحديث، هل أصاب الصدر بقراره الانسحاب من عملية سياسية التي لا تحفظ للشركاء الحقوق ولا تلتزم أيضا بالاتفاقات التي تتشكل على أساسها الحكومات؟ طبعا السيد مقتدى الصدر كان قال الوضع بدرجة استراتيجية كبيرة، وهذا ما حذر وفيه أيضا أطرافه تحت تحالف انقاذ الوطن، لكن يبدو بعض القوى الكرديه والقوى السنيه اتجهت بالتحالف مع الاطار التنسيقي، لكن كل ما راينا بان رصيد السيد مقتدى الصدر وهو جالس في الحنانه وهو يزداد كثيرا، والاطار التنسيقي يضعف جهوده وتضعف امكانياته المستقبليه باحياء جمهور جديد او محاوله كسب جماهيري جديد، بل العكس، اليوم يحاربون حتى السيد السوداني داخل الاطار التنسيقي لعدم الاخذ من جرف الجمهور الاطار التنسيقي.